يوم المجري الصفة مدير صيدلية الصائب. طبعا فكرة صيدلية الصائب بدأت من حوالي سنتين فاتا في فترة أزمة السيولة وارتفاع سعر الدولار وغلاء الأدوية. طرحوا الفكرة بعض التجار الخيرين من مدينة طبرق على أساس أنهم يدعموا الأدوية بحيث أنها توصل للمواطن بنفس سعر المصنع. طرحوا الفكرة هذه على أكثر من صيدلية في مدينة طبرق، قبلت بالرفض. لين عرضوها هنا على صيدلية الصائب دكتور محمد رفده، قابل يعني رحب بالفكرة. بدأ مشروعنا هذا من حوالي سنتين فاتا، يعني بدينا أول بداية كنا مركزين على أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والأدوية النفسية. تكاثفت الجهود يعني بين التجار الخيرين من مدينة طبرق، زيد على ذلك أن صاحب المبنى الحاج ميلود رفدها كان يعني متبرع بالأجرات مدة المشروع. الصيادلة اللي معنا أغلبهم جميعهم متطوعين. الحاج عندي هذا البسط، تمام؟ تشوف صاحب هذا بدأت الفكرة في البداية أن كنا مركزين على أدوية السكر، الضغط، القلب، الأدوية النفسية، أدوية الأمراض المزمنة. كان يعني الدعم عندنا يعني تفاوت، طبعا في أدوية ندعم فيها 20% 30%، في أدوية توصل لعند 70%. بفضل الله يعني الحمد لله بدأت المشروع يعني يتطور. تم في تكاثف جهود أخرى من يعني تجار من مدينة البيضة، من مدينة بنغازي، في من مدينة مصراتة، من طرابلس، بعض شركات الأدوية الكبار حتى نقدم الدعم للصيدلية. وتم المشروع يعني يوم بعد يوم الحمد لله يعني يتطور ويكبر. صايب أسعار ما شاء الله في متناول الجميع، وعلاج متوفر، أسعار كويسات يعني ما شاء الله منافسين على المواطن، وأسعار متناول الجميع ما شاء الله تبارك الله يعني.